نور على نور. نور على نور، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور طارق البرهومي. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. صدق الله مولانا العظيم. مستمعي إذاعة الحياة أفام، مرحبا بكم في برنامجكم نور على نور. هذا البرنامج هو برنامج علمي بالأساس، ثقافي هدفه إيماني في الأخير. نستضيف لكم في كل حلقة من حلقات البرنامج عالما أو باحثا، مؤلفا لكتاب أو ناشر لمقال علمي يبسط فيه لنا في كل حلقة المعلومة العلمية، فتكتسب أيها المستمع الوفي ثقافة علمية نافعة لك في حياتك الاجتماعية الصحية النفسية، وخاصة منها الإيمانية، فتساعدك أنت المؤمن على فهم كلام الله واستيعابه، فيترسخ إيمانك القلبي الروحي بإيمان عقلي. وأنت كذلك أيها المستمع الحيران الباحث عن الحقيقة، تساعدك هذه المعلومات العلمية على الإجابة عن أسئلتك المحيرة، فتريح قلبك ونفسك وعقلك وتهديك إلى نور الله. مرحبا بكم في برنامجكم الخاص حول كتاب الدكتور محمد فوزي إدريسي، سوليي جيانت روج كونكوردان سيانس إي ليفر ساكري. معنا على الخط الدكتور والأستاذ الدكتور أحمد النيفر، كاتب ومفكر تونسي وأستاذ جامعي متخصص في أصول الدين والفكر الإسلامي والمعاصر. مرحبا بك سي أحمد النيفر على موجات إذاعة حياة أفهم. صباح الخير. شكرا جزيلا على الدعوة وكل التشجيع وكل الدعم لإذاعة الحياة في تونس. بارك الله فيك سي نايف، نحن جد سعداء وحسن الشرف أنك تدخلت معنا في هذا البرنامج. للناس اللي ما تعرف سي حميد النايفر، سي حميد النايفر هو حاصل على الدكتوراه في الدراسات الإسلامية من جامعة السوربون بباريس سنة 1970، وكذلك على دكتوراه الدولة في العلوم الإسلامية جامعة الزيتونة سنة 1990، ومتخصص في أصول الدين والفكر الإسلامي المعاصر من جامعة الزيتونة. له مجموعة من البحاث والدراسات المنشورة التي تعنى بسؤال التجديد. من بين هذه المنشورات أو الكتب التي كتبها أستاذنا الرائع سي حميد النيفر، مستقبل الحوار الإسلامي المسيحي، النص الديني والتراث الإسلامي، الإنسان والقرآن وجها لوجه، لماذا أخفقت النهضة العربية، المناهج الحديثة في الدرس القرآني، الإنسان والقرآن وجها لوجه، التفسير القرآنية المعاصرة قراءة في المنهج، الحياة الطيبة، التسامح. وهو حديثا أنتج لنا كتابا جديدا عنوانه بحثا عن المشترك، قراءة في التراث في تراث الحداثة والتأوين. جميلة هذه الكلمة التأوين سيد النيفر. سيد النيفر مرحبا بك. مرحبا بك سيد النيفر. اليوم مش نحكيه على كتاب الأستاذ الدكتور محمد فوزي إدريسي، سوليي جيانت روج كونكوردان سيانس إي ليفر ساكري. وقد لاحظنا سيدي أنك قد قمت بتقديم هذا الكتاب
وكان تقديما رائعا عندما قرأته وأنا أعجبت به جدا، ونتصور أن كل من سيقرأ هذه المقدمة سينال أعجاب هذا النص. سينيفر، قدمتم هذا الكتاب، لماذا قدمتم هذا الكتاب وما فيه ما في هذا الكتاب من ما يهم الناس؟ بارك الله فيك. شكرا. كتاب الدكتور فوزي إدريسي اللي ممكن ترجمت عنوانه الشمس العملاقة الحمراء. أيوة. هو كتاب أولا يتحدث عن الظواهر العلمية بتطورها حولنا، كون كامل فيه الشمس وفيه الكواكب وفيه الطبيعة متاع الأرض وفيه الإنسان، لكن هو يبدو في الظاهر كأنه كتاب متحدث على ما يسمى الكون كوسموس. أيوة. ولكن هو في الحقيقة يتحدث على الكون ويتحدث في نفس الوقت عن قضايا أخرى، وهذا أهميته. معناها الجانب العلمي الكوني هو مدخل لجوانب أخرى، وهذه قيمة أولى في الكتاب. معناها الكتاب ما هوش كتاب علم فقط، هو كتاب علم وكتاب حضارة وكتاب إيمان، ثلاثة نجمو نحطوه في هالمستوى هذا، صح، الالتقاء متاع ثلاثة مستويات. ففي جوانب علمية، يتحدث عن جوانب علمية والاكتشافات العلمية التي حصلت، ثم هو كتاب حضارة، معناها كيف يمكن للإنسان اللي مهتم بالعلم أن هالاكتشافات هذه يفهمها في مستوى حياته هو الاجتماعية والفكرية الإنسانية، صح. ثم في مستوى ثالث، هل التحويل هذا كيف نفهم العلم في مستوى الحضاري، كيف نفهم هذا المستوى الحضاري في مستوى الإيمان متاع الإنسان، صح. كيف ينظر يعني الإيمان هو انبثاق نظرة الإنسان لما حوله لنفسه ولما حوله. جميلة. هذا الملخص. جميلة. انت على كتابي. لا أن نلخصه. إذن هذا أهمية الكتاب. كتاب علم وكتاب حضارة وكتاب إيمان. فأن يقوم بهذا العمل طبيب، يعني الطبيب في الغالب يكون مستغرق في اختصاصه. إذا كان هو طبيب نتاع عموم، معناها طبيب جنراليست، معناها طبيب عام، طب عام، يعني لاهي في كل الامور هذيك، واذا كان متخصص عنده اختصاص اللي هو متميز به. لا، الدكتور تكوينه العلمي، تكوينه الطبي، يدفع به الى ان يقوم برحله مع القارئ. يعني هو كيف كل واحد اختصاصه الدقيق اللي هو متخصص فيه يعاونه باش يصاحب القارئ، يمشي معاه خطوة خطوة باش يكتشف هالتحول اللي موجود في العلوم اللي مرتبطة بالكون، اللي مرتبطة بالكواكب، اللي مرتبطة بالشمس، وعلاش خصوصيات الشمس ومآل الشمس وما حولها من مكونات أخرى في الفضاء هذا الكبير. ثم كيفاش احنا هالمعلومات اللي عندنا واللي قاعدة تتطور، لان المعلومات في الكون ما هيشي واقفة، فالرحلة في مستواها الاول نكتشف وش ثم صاير من حاجات جديدة في الكون، ثم من خلال هذه الرحلة الكونية ماذا تعني هذه المعلومات الجديدة، ماذا تعنينا اليوم بالنسبة للبشر الذي يعيش في كوكب أزرق صغير ضمن هذه المجموعة الكبيرة الكونية. إذن الجانب الثاني، الرحلة، الوجه الثاني للرحلة اللي هو سميته أنا الوجه الحضاري أو الوجه الثقافي إجاز التعبير للرحلة، هو أنه الرحلة الكونية هذه عندها مردودها وعندها نتائجها في مستوى حياة الإنسان بمعناها الكبير، بمعناها الشامل، مش بمعناها الفردي. فالجانب الحضاري مهم جدا في هذا الكتاب.
ثم المستوى الثالث لهذه الرحلة هو الجانب الإيماني. يعني هل الجانب الكوني، هل العالم الممتد الذي لا نعرف له كيف نخترق آفاقه، كيف نستطيع أن يفيدنا في مستوى تفاعلنا مع إيماننا أو نظرتنا لأنفسنا؟ الإيمان إذا كان جاز لي أن أختصره، الإيمان عنده زوز أبعاد، عنده بعد فيما يخص الإنسان في نظرته لنفسه ذاته، وعنده بعد في نظرته إلى من حوله وما حوله. هذا هو الإيمان. الإيمان ما هيش مسألة هكا مجردة ويعني مثالية، هي مسألة كيف ينظر الإنسان لنفسه في ذاته، وكيف ينظر لما حوله ولمن حوله. هذا تقريبا إذا جاز لي أن أختصر بشكل موجز جدا الكتاب نتاع الدكتور إدريس. بارك الله فيك دكتور نيفر. لكن أنا لاحظت سنيفر فيت، أنت عندما كتبت المقدمة، حسب ما أعلم أنك كتبت المقدمة باللغة العربية وليس باللغة الفرنسية. نعم. وقد تم ترجمة نعم. هذه المقدمة من اللغة العربية إلى اللغة الفرنسية. وفي كتاب جيت بستعمل إنصار دو ميتافور، وفي كتاب السيد الدكتور فوزي الدريسي تحدث عن هذه الترجمات وكيف الترجمة وتأويل الكلمة من اللغة إلى لغة ربما تغير مفهوم الكلمة أو تغير مفهوم النص. هكا لك لو قلت لك هل تغير مفهوم نصك من اللغة العربية إلى اللغة الفرنسية عندما قرأت باللغة الفرنسية؟ هل رأيت أن النص اللي كتبته أنت من اللغة باللغة العربية لتقديم الكتاب سي فوزي دريسي باش يكون كمية ميتافور، هل لاحظت أنك فما تغير في النص نتاعك؟ ومثلا في كلمة التوحيد مثلا، هل كانت الكلمة يونيفي هي بيدها كما كتبت أنت في اللغة العربية أم لا؟ مثلا يونيتير ثم ترجمتها يونيتير، هل هي الترجمة الصحيحة لكلمتك باللغة العربية؟ هي الترجمة في الغالب. أيوة. الغالب. الترجمة تعرف الكلمة المعروفة، الترجمة كل ترجمة خيانة. أيوة. أي معناها ثم 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 فكرة صعيبة كل عمل متاع ترجمة، حين ننقل المفهوم من مستوى إلى مستوى آخر لغوي آخر، فأنت تتحول من فضاء ثقافي، فضاء تاريخي، حتى جانب جمالي إلى فضاء ثقافي وتاريخي وجمالي آخر. يعني كما تمشي أنت تو مثلا، تبدأ أنت في مثلا، خلينا ناخذ تشبيه. أنا كي نبدأ ندور في وسط المدينة العربي في تونس، وإلا في المدينة العربي في القروان. أيوة. ثم أحاسيس وثم مشاعر قد ما نحاول ننقلها نعبر عليها، هي اللغة. هذا ممكن مش يهزنا لحاجة أخرى، اللغة والمشاعر مستويات مختلفة، اللي نحسوه واللي نعبروا عليه ما هماش ديما متطابقين تمام التطابق، فما بالك وقت اللي تنقل من لغة إلى لغة. أنا أعتقد الترجمة التي حصلت هي ناجحة بدرجة كبيرة، لكن أنا في تقديري أنا حين أكتب أجد نفسي أعبر أكثر بالعربية من اللي حين أكتب وأنا أعبر بالفرنسية. فما قولك إذن في عندما يكون تكون الكلام هو كلام الله، فالتأويلات والتغيير الترجمات وتأويل الكلام حسب ما رأينا في كتاب فوز إدريسي، هل هو كما كنت تقول أنت في كتابك القاموس القرآني، هذا الحوار وهذا الحديث حول هذه التأويلات في اللغة وترجمتها بعد ذلك وانتقالها من اللغة العربية إلى الفرنسية مثلا الإنجليزية، يكون هناك تغير نوعا ما في المفاهيم والمعاني؟ هو قضية أنا في المقدمة بتاع الكتاب تحدثت عن المعجم القاموسي، المعجم القاموس القرآني. أيوة بالضبط. هو هذا موضوع في غاية الأهمية. في غاية الأهمية، لأنه الكتاب بتاع الدكتور إدريسي تحدث على الجانب العلمي والإعجاز العلمي، ومعناها الفضاء الممتد حولنا
هو في حالة ساعة هو معقد جدا ويحتاج إلى كثير من العلم حتى نستطيع أن نتوصل إلى تلمس جوانب منه. ثانيا هو في حالة تشكل مستمر، مش في حالة استقرار ونهاية، هو في حالة حركة، حالة حركية حسب العلم الحديث، حسب العلم الحديث والاكتشافات الحديثة، وحسب التصور القرآني. أيه. التصور القرآني تكلمش على الكون على أنه حاجة هكا في جي معناها ثابتة، لا، هو في حالة من الحركة. مثلا يتحدث على الكواكب، الشمس عندها سير متاعها والقمر عنده سير متاعه وكلهم في فلك يسبحون، فما حركة كاملة. أيه. فالمعجم القرآني قدم لنا صورة للكون، أولا صورة يقول قايد إذا كان باش ناخذوها نص هبط عنده توا 14 قرن نزل منذ 14 قرن وهو يتحدث بهذا المعنى، كيف فهمه البشر في ذلك الوقت؟ البشر عندهم سقف كانوا يخضروا من خلاله، عندهم سقف للعالم، ربما يتصوروا العالم حاجة واقفة والشمس تطلع من هون وتهبط من في الغروب وكذا، يتصوروه عالم ثابت مش متحرك حسب المعرفة بذاك الزمن، حسب الأفق متاع المعرفة بالضبط. فلذلك أهم شيء بالكتاب متاع دكتور إدريسي أنه لفت النظر إلى هذه النقطة التي أكدت عليها في المقدمة والمتعلقة بما سميته القاموس القرآني أو المصطلح القرآني. القرآن الكريم فيه مجموعة مفاهيم، فيه مفاهيم تعود باستمرار، مثلا كلمة الله تعالى تعود أكثر كلمة تتكرر في القرآن، مقابلها نجد مثلا كلمة الإنسان اللي هي ما تتكررش برشا، يعني مقارنة بما ورد في القرآن من عدد الكلمات ما فماش برشا حديث، معناها 2844 مرة تكررت كلمة الله اسم الجلالة، بينما الإنسان لم يتكرر أكثر من 600 أظن حاجة هكا، معناها أقل من هكا بكثير. ثم تكررت معه صفات مختلفة. المفسرون القدامى توقفوا عند الكلمات، هذه قداش تكررت مرة، هذه قداش تكررت مرة، ما تحدثوش على المعجم في 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 مجمله، الكون والشمس والسماوات والملائكة والبشر والخيل والقمر الأخير، يعني هذه المعطيات كيف وضعت في المشهد القرآني في تكامله من جهة وفي حركيته من جهة أخرى. إذن هذه النقطة الأولى التي يؤكد عليها الكتاب، أن الصورة القرآنية للعالم للكون هي صورة متكاملة، صورة متفاعلة، وصورة متحركة. وهذا شيء جديد جدا. نعم. وهذا يفيدنا برشا باش نفهموا ان العلوم اليوم الخاصه بالكون، وهذا اللي اكد عليه الكتاب، انه العلوم اليوم تتحدث بالضبط على هالمعنى، هذا معنى الحركه التحول والتكامل. نعم. فبينما مثلا ناخذ بعض المفسرين اللي اهتموا في القديم يعني في القديم مثلا في القرن العشرين، في القرن العشرين أن مفسر كبير معروف يفسر القرآن الكريم اسمه الجواهري، يتحدث على الآيات الكونية وش تم في القرآن، مثلا فيما يخص الجنين، كيفاش الجنين في بطن أمه يكون محاط بأغشية ثلاثة إلى آخره، ويقول هاو في الإشارة القرآنية موجودة تتحدث على المعنى هذا، وإلا يتحدث على كيفاش الشمس قاعدة تتحرك وتعمل وتعطي الحياة الأخير.
ويتحدث على برشا معاني، ولكن مش يتحدث عليها بالمعنى اللي يتحدث عليها الكتاب بتاع الدكتور إدريسي. الدكتور إدريسي ما يحطهاش المظاهر الكونية اللي موجودة في القرآن اللي متعلقة بالسماوات وبالأرض وبالمياه وبالحيوانات وبالإنسان وبالإنسان نفسه وطبيعة الإنسان نفسه وما يخفيه الإنسان من معاني ومن أسرار إلى آخره، الجوانب النفسية وإلى هالجوانب هذه ما يتحدث عليها بمعنى أنه إحنا عندنا موجودة عندنا في القرآن، لا هو يتحدث عليها بمعنى آخر، أنه هالكون هذا في حركته وفي تطوره وفي سيره المستمر هو نفسه يدفع الإنسان باش يدرك كيف أن حياته هو الإنسانية المعرفية الخاصة به والخاصة بما حوله ومن حوله، هذه الحياة هي نفسها ينبغي أن تكون مواكبة لهذه الحركية الكبرى. جميل. إذن هناك عالم كبير متحرك وينبغي للمفسر، هذا هو مجال التأويل، ينبغي للمفسر أو التأويل اللي أشرت أنا في الكتاب اللي عملته، التأويل معناه كيف نرد عندنا فهم يمشي مع الآن، يمشي مع اللحظة العصر الحضارية، مع اللحظة التي... مع هذا مع البحث الحلم الحالي من. نعم. هذا جانب مهم جدا فيما يتعلق بكتاب الدكتور إدريسي. وأنا بهذه المناسبة ألح على القارئ الذي يحسن العربية الفرنسية أن يقرأ الكتاب، لأنه في غاية الأهمية من حيث ربطه بين هذه الحركية الكونية وهذه الحركية القرآنية وهذا المعجم القرآني المتحرك والمتكامل والمتفاعل. احنا وقت اللي احنا نجيو نحرقوا مثلا غابة، نحرقوها غابة وناخذوا بعض اجزاء منها باش نستعملوه في 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 الاثاث بتاع الديار وغيره، احنا قاعدين نحرقوا بصفة سلبية ربما في هذا البناء المتكامل والمتفاعل والمتحول. معناها يولي الإنسان علاقته بنفسه وعلاقته بالمحيط البشري والمحيط البيئي هي علاقة تفاعلية تكاملية، ما يوليش يعمل في حاجة وهو يظن أنه ألقى بها في البحر، في شنو عندنا معمل نخرجه في الحشاك في الفضلات متاعه ونرميه فيها في البحر ونرميه فيها في النهر، ما يترتب حد شيء. فما نظرة توحيدية، وموني نرجع لفكرة النظرة التوحيدية، نظرة توحيدية لا تتوقف عند حد الإيمان بأن الله الخالق الرازق هو واحد، بل أيضا إلى أن الإنسان في فعله يوحد بطريقة تنفلية إما إيجابية أو غير ذلك. فالنظرة التوحيدية هي نظرة أشمل من الجانب الديني فقط، الجانب العقدي فقط، هي جانب عقدي وجانب سلوكي وجانب، وهذا هو جانب الإيماني. هذاك عايش قلت لك الجانب الإيماني هي نظرة الإنسان لذاته ولمن حوله وما حوله. جميل. بهذا المعنى يصبح الكتاب يعني عملية اكتشاف. أنا إذا جاز لي أن ألخص كتاب الدكتور إدريسي في صيغته الحالية هو كتاب اكتشاف. اكتشاف مضاعف بل مثلث. يعني إيه، كتاب للكون وكتاب لحضارتنا هل هي في الطريق الصحيح، ولإيماننا هل هو في الطريق التوحيدي المطلوب من مسلم. جميل جميل هذا التشبيه، جميل جدا هذا التشبيه. وحتى سي إدريسي كان له بعض الاجتهادات في التأويل لبعض الكلمات، سنعود لها مع سي بوز إدريسي بعد حين، مثل كلمة الخلق، مثل كلمة التكوير، فهذه اجتهادات جميلة أنا رأيتها لمرة، يمكن الوحيد الذي تحدث على مثل هذا الاجتهاد في مثلا في كلمة الخلق واجتهد في تأويلها تأويلا رائعا، سنعود إليه لاحقا. دكتور سنيفر، كذلك فما مقدمة في كتاب، سأستغل وجودك معنا وستحاور معك على في هذه المقدمة التي قام بها المسيو لوبير فانسون فيرولدي استنيتانيا، هذا
هو فرنساوي يمكن فرنساوي. قصده طليان يمكن صحيح. ففي في مقدمته فيت سي مسيو لوبير فانسون فيت رجع الى ثلاثة وثائق مهمة، وثيقة الأخ الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك اللي صارت في أبو ظبي في 4 فبراير 2019، وكذلك وثيقة ميثاق الفضيلة الجديد في أبو ظبي ل 9 ديسمبر 2019، وميثاق وثيقة مكة المكرمة حول مفاهيم الوسطية والاعتدال ضد العنصرية والكراهية. هذه الوثائق عاد إليها مسيو لوبير في تقديم كتاب سولي جيانت لأستاذنا ولدكتورنا سي فوزي دريسي. وكذلك أنا لاحظت أن أخيرا في تونس تم كذلك القيام بوثيقة الطوائف الدينية في تونس، توقع ميثاق وطني حول التعايش السلمي في 26/1/2022. كل هذه الوثائق التي تعتبر وثائق حوار بين الأديان ووثائق حوار سلمي بين الدين الإسلامي والدين المسيحي واليهودي وبدين الاختلافات. وأنت كذلك سيدي دكتور سنايفر، أنت كذلك كنت رئيسا سابقا وعضو في فريق البحث الإسلامي المسيحي، فما رأيك في مثل هذه الكتب التي تتحدث عن هذا التوافق في الكتب الدينية اللي هي تعتبر في نحن مسلمين نؤمن بكل هذه الكتب، كتب الإنجيل والتوراة والقرآن، هذا التوافق وهذا الحوار اللي نعتبره نوعا ما بين قوسين، حوار بناء من أجل إنسانية ومن أجل إيمان كامل بالله، كلنا مؤمنين بالله، فالله فالمسيحي واليهودي هو مؤمن بالله مثلنا ومثله، فما رأيك في مثل هذه الأطروحات؟ وسي فوزي دريسي تعامل مع هذا الموضوع بهذا الشكل في كتابه وأنتج مفهوما جميلا، عجبني المفهوم والبحث العلمي في الكتب المقدسة وكذلك في كتاب القرآن، وهذا التوافق الذي خرج به عكس ربما ما تمشى فيه بوريس بيكاي في كتابه الإنجيل والتوراة والقرآن والعلم، فكان هناك اختلاف في النظر، فما رأيك أستاذنا في مثل هذا الموضوع؟ موضوع الحوار بين أنا أفضل أن يقال حوار بين المؤمنين إيه أحسنت، شكرا، هذا هو صحيح، يعني حوار بين الأديان ما تتحاورش، ما فيش حوار بين الأديان نعم. فما عبارة قاعدة تدور ولكن ما راهيش دقيقة يعني. بصدق نعم الحوار بين المؤمنين الموحدين، حوار بين الموحدين، الحوار هذا هو في الحقيقة هو أساس من الأسس الذي تبنى به الحضارة الإنسانية. الحضارة الإنسانية من أولها من أولها كان فيها وجهان، ثم وجه حواري وفما وجه انكفائي، معناها يتسكر على روحه، انكفأ يعني انغلق، يعني وأحيانا يولي في أسوأ الحالات يولي حوار، يولي انكفاء عدائي، يولي في حالة متاع عداء وفي ربما يؤدي إلى مشاكل وإلى صراعات. سنايفر واخر شوية ديما، واخر شوية على الكرام، تفضل. فالمفهوم الحضارة الإنسانية ما تبنيتش عبر الانكفاء. من أول الحياة نلاحظ أن هناك نوع من الحرص على الانفتاح على العالم والانفتاح على المختلفين، لكن العملية ما هي سهلة، العملية صعبة، لأنه في كثير من الأحيان ما يصبح الآخر يبدو وكأنه مش آخر مختلف، هو عبارة على عدو وإلا هو خصم وإلا هو في حالة صدام، يعني مصادم. بينما المفهوم الحضاري الذي نجده في التاريخ الإنسانية والذي نجده في النص القرآني اللي هو مفهوم التعارف، أنه في الآية المعروفة خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارف، مفهوم القرآني والمفهوم الإنساني يتمشاو تماما بأن العلاقة هي علاقة اختلاف حتى يثري كل طرف الطرف الآخر، مش أنه أنا بالضرورة حين أتحاور مع المسيحي وإلا حين أتحاور مع اليهودي وإلا مع البوذي وإلا مع
شو اسمه الاجنوستيك معناها لا مش معناها اني انا ساصبح تابعا له. المعنى بتاع الحوار هو معنى اني اريد ان اتمعن واتفهم نظرته حتى اتاكد واتعمق في نظرتي. يعني انا حين انظر الى المختلف واتحاور معه فانا اعتبر انه هو مصدر من مصادر الثراء اللي انا ساكتشفه في ذاتي. هنا عملية استتباع يعني الحوار، وهذا هو النشاط الذي قمنا به في فريق البحث الإسلامي المسيحي حين أنشئ في السبعينات من القرن الماضي وتواصل بعد ذلك حتى اليوم، موجود الآن وموجود بعض الأشياء التي أشرت إليها، البيانات التي صدرت في أكثر من مكان، وهناك بيانات كثيرة في الأردن في الولايات المتحدة في المغرب إلى آخره، معناها الظاهرة هذه. ولكن نظرا لوجود مشاكل أخرى في الحياة أحيانا تبدو كأن هذه البيانات تبقى جزر معزولة النصوص. لكن أهميتها تبقى صحيحة، وهذا ما اكتشفته أنا حين اشتغلت سنوات. أنا اشتغلت في فريق البحث الإسلامي المسيحي من الثمانينات حتى ثمانينات القرن الماضي حتى بداية القرن الحادي والعشرين، معناها هذا أصبحت مجرد عضو أنتمي إلى الفريق فقط دون أن أكون لي مهمة رسمية فيه. فمهمة هذه الحوارات هذه والبيانات هذه هي أن تكتشف الإنسانية ثراءها من خلال الحوار وليس من خلال العداء وإلا الإعراض وإلا الإقصاء أو الاستئصال. مش هذه عملية نزع الثقافة نتاع الطرف الآخر وهيمنة الطرف على أطراف أخرى. الحوار هو تقدير الأطراف جميعا لبعضها حتى تثري كل ثقافة وكل عقيدة معتقداتها بالشكل الذي يجعلها أكثر حضورا في هذا العصر. ما في الأخير ما ينفع الناس، الأخير ما ينفع الناس، وذلك هو ما قام به الدكتور فوزي دريسي عندما قرأ الكتب المقدسة وأعطانا فيها برشا أراء وقربتنا من الله نوعا ما. شكرا أستاذي نيفر، بارك الله فيك على هذه المداخلة، وكنا جد سعداء أنك كنت معنا على إذاعة الحياة أفام. نحن استمعنا اليوم إلى رأيك حول كتاب الدكتور فوزي دريسي، ولكن أنا أتمنى وهذا هذه أمنية وإن شاء الله سنحققها لو شاء القدر، أننا سنلتقي معك حول كتابك الجديد الذي عجبني أنا عنوانه ويدخل نوعا ما في فلسفة برنامجنا، لو كان من الإمكان في يوم من الأيام أن نلتقي ونتحدث حول كتابك بحثا عن مشترك جميل، هذا العنوان قراءة في التراث الحداثة والتأوين. نتمنى أن نلتقي معك حول هذا الكتاب. بارك الله فيك. بارك الله فيك سي أحمد النيفر، وشكرا لك. أنا نعرف أنك كنت تعبان، وبارك الله فيك جدا. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. سي نيفر. السلام عليكم مستمعي إذاعة الحياة أفام، هكذا أشرفت حلقتنا على الانتهاء. كان معكم في الإخراج التقني أحمد مخلوفي، والإخراج الرقمي محمد سيف الدين بولعراس، وعلى المصدحي دكتور طارق البرهومي. فإلى لقاء قريب في الحلقة القادمة، دمتم على نور الله. نور على نور. نور على نور، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور طارق البرهومي. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من
شجرة مباركة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.